كما أكد القيادي المشق عن داعش الملقب بأبي مناصر أن داعش سلم بعض نسائه مناصب قيادية كديوان الحسبة الذي تسلمت إدارته قيادية في التنظيم تحمل لقب أم سبهان. وأوضح أبو مناصر في مقابلة خاصة أجراها الصحفي وسام يوسف لأخبار الآن أن مسؤولية الملقبة أم سبهان كانت في منطقة الموصل الجديدة، حيث أشرفت هناك أيضا على عمل ما تسمى بكتيبة العضادات في داعش التي تعاقب النساء باستخدام ماسكة حديدية يتم وضعها لإيذاء الإمرأة المخالفة لإجراءات التنظيم. يطلعون ما يطلعون نساء وياهم، يطلعون يتسلحون يشيلون سلاح عادي، يعني ما انهم فرد. هل اكو نساء معروفات انضموا الى داعش ولا زالوا معاه موجودات؟ اي موجودات لحد الان، طلعوا نزموا هذول هم نزموا. الاسماء اللي بقت انه معروفه؟ والله وحده ام سبهان معروفه، كانت ام سبهان معروفه بذاك الجانب بالموصل الجديده، هي مسؤوله الحزبه هم كانت مسؤوله الحزبه مع النساء. زين شلون كانت تتصرف هذه مع النساء؟ تتصرف اذا شيء وحده ما لابسه خمار، هذول مساكات حديده يعني ابسط شيء يخليه على كتفها على يدها وين من كان، ليش ما لابسه خمار؟ ليش ما اعرف شنو متغطيه وما اعرف شنو هاي الشغلات كلها، يعني تعاملهم ابد ما زين. زين هل كان لداعش معسكرات خاصه بالنساء هنا بالموصل؟ كان يدرب النساء على السلاح؟ اي نعم كان يدربهم. تفاصيل عن هذه المعسكرات، منو يديرها وشلون يتم؟ معسكر بالغزلاني كان يدربون نساء وصاروا كثير نساء وصاروا وياهم ومن القرات ازيد شيء من القرات من الجريات صاروا وياهم بالحزبه. بالحزبه وهذه، زين من كانوا يدربون مع السلاح بعد هذه مرحله التدريب؟ هل كانوا يزجوهم بمعارك ولا شلون كانوا يعملون؟ معارك ما يطلعون، بس يطلعون يقعدون يعني بالمواقع مالهم والشغلات هاي وياهم.